اليوم نديكم في جولة في باب الزوار في الحي للأعمال، وهنا نشاهد مقر نتاع شركة لي سي جي ام نتاع الامبور اكسبورت تاع الستير دوت ستير وإدارة الأعمال. وهنايا كذلك رانا أمام مقر نتاع التأمينات الجزائرية لا اس ا. لاحظ ان تهيئة الأرصفة تبقى ناقصة يعني شوية. وهنا نوصل هنا امام مقر تاع فندق نوفوتيل الجديد المقابل لفندق سوفيتال المقابل ايبيس. وهنا لاحظ استكمال لمقر اس ا. وهنا رانا نشوفو مركز الأعمال، مركز صيني للأعمال أوريونتال بيزنس سنتر، وهنا فيها مجهود لتخذير المحيط نتاع المركز هذا. وانا شايف نشوف الحي القديم نتاع باب الزوار. هنا رانا في هذا الموقع، هذا تاع الموقع تاع الحي الاعمال بكري كان شهد اول معرض دولي في سنه 1967. وهنا نشاهد المقر الجديد تاع البنك الوطني الخارجي أو الداخلي، البنك الوطني الجزائري لابيانا. وهنا سي ام سي جي ام شركة تصدير تاع الأعمال. وهنا نقترب من مقر الصيانة للصندوق الوطني للسكن، هذا المقر الجديد. هنا الجزء هذا من جاي الجهة الخارجية يعتبر يعني تهيئة جيدة. هنا مقابل لاحظ مقر اير الجيري خطوط الجوية الجزائرية، وهذا المحول الجديد اللي تم بناؤه هذه بضعة أشهر. وهنا ندخل نشوف هنا الحي القديم تاع باب الزوار، ونشوف يعني الواجهة تحسنت والمحلات نتاع المطاعم هنايا. ندخل في الحي، ندخل هنا في الطريق الداخلي، نشوف يعني بعض محلات نتاع المطاعم حيث ان الحركة يعني بدأت تاخذ مسار طبيعي في هنا امام حي الاعمال. نشوف ان فيه حركة ماشية بطريقة طبيعية. هنا مقر نتاع القرض الشعبي الوطني سي بي. وهذه كلها يعني سكنات ما هو فيها محلات من تحت، لكن من فوق هي سكنات عادية. وهنا نشاهد مقر نتاع المعامل تاع التليفون، مقر تاع جيزي أريدو.
هذه أصبحت أريده. وهذا الفندق الجديد جولدن تيليب، هذا رانا أمام فندق تيليب. هنا كاين بعض المشاريع، مشاريع انا مشروع مازال ما عرفناش يعني لا ديستيناسيون تاعو. مازال هنا الحي القديم تاع باب الزوار، وهذه سكنات تاع لي كوبيراتيف، يعني تمت بطريقة الكوبيراتيف تاع يعني تاع ترقية تعاونية تاع ترقية عقارية. وهنا في المقابل نشاهد فندق ميركير، هو أول فندق بني في هذه المنطقة في 1986 أظن، 86 87. وأنا شاهد فندق تيليب إن الذي تم افتتاحه في هذا 2020. وهذا فندق ميركير الآن. وهنا نشاهد فندق إيبيس، هذا فندق إيبيس هنايا، وهيه مقر نتاع البنك الوطني. قيد الإنشاء. هنا في الأفق نشاهد فندق ماريوت، نلاحظ فندق ماريوت. والسلام عليكم.